ما أنسى أن الموضوع كان مزعج في البداية، بس إحنا نعرف أن في نهاية كل قضاء وابتلاء في دائما لطف خفيف. فأشكر حسين برافو اللي أظهر هذا اللطف لما فزت للمرة الثالثة، والتبريكات قاعدة توصلني الحين للمرة الثالثة. فزت أول مرة بأصوات المواطنين وبأرقام نزيهة، الحين ثاني مرة قاعدة أفوز للمرة الأخيرة بأمر قضائي عادل. وتأكدت الحين من مدى تأييد الناس، من مدى تمسك أهالي الدائرة بقناعتهم قرارهم لما اختاروا اللي يمثلهم، وتأكدت من إنصاف القضاء، من إحقاق الحق. كل هذه الأمور صراحة تخلي الواحد يكون يعني يحس بالثناء بالامتنان. جزاء هذا الشيء إني أوعد وأتقيد أن أكون ملتزمة بشرف خدمة الديرة وأهلها اللي يرضيهم عني إن شاء الله. انعكاسات واضحة حتى من خلال تأييد الناس، ردت رجع ضغط المكالمات والمحادثات والتأييد والدعاء ورغبتهم في الدعم قدر المستطاع وثقتهم في اختيارهم فعلا اللي يمثلهم للدائرة، اللي يشوفون أنه هو أكثر واللي يثقل المسؤولية زيادة عليه. ممتنة جدا للموقف اللي صار، ما توقعت أنه أحصل كل هذا التأييد من جديد. ترجع لي مشاعر الفوز مرة للمرة الثالثة. كل النواب في البحرين فازوا بالجولة الأولى والثانية، كل جليلة فازت المرة الثالثة وبأمر قضائي بعد. فزيد من التجديد والتأكيد والتعزيز إن شاء الله جليلة تكون ممثلة عن كل الشعب.